الفاتحة على وقت صحيح. المهني وكذلك الهيئات المهنية. نحن كمنظمة المكتب الإقليمي لمنظمة تجار أحرار من القنيطرات أسسنا 15 فبراير 2020، يعني الحمد لله حديث العهد هنا من القنيطرات، ولكن كشخص ولله الحمد نحن متواجدين لمدة تقريبا 6 سنوات على الميدان. هاد الناس اللي غيترشحوا كوكلاء لوائح او لا كيترشحوا الانتخابات الغرفيه، اليوم اي كلام كيخرجوه راه كيكون عليهم مكتوب وشاهد. باش نرجعوا عند السي ابراهيم، غير في اطار الغرف المهنيه غادي كاين واحد الاحصاء اللي هو بالنسبه للناس المصوتين على المستوى المحلي في مدينه القنيطره في الانتخابات الغرفيه على الصعيد التجاري. بقى عندنا النقاش الداخل في حنا كنكتبوا اقليم بعد 30 واحد، بما ان خاص هذاك المكتب يقرر، وكذلك عندنا عاوتاني واحد الاجهزه اللي هي تقريريه كاين رؤساء لجان ولجان، وبالتالي باش نحددوا اللائحه هذا يبقى باقي ما حسبناش فيه وما عرفناش واش كيفاش غندخلوا الطريقه اللي غندخلوا فيها الانتخاب. دائما فاتحه يدها للجميع، وكذلك الهيئات المهنيه، وهذا افتخار بصراحه كنفتخروا به كجمعويين كنقابيين كمنظمين في المغرب كامل، بان المدينه الوحيده اللي تقدر تجمع واحد العدد كبير ديال الممثلين ديال القطاعات، ممثلين ديال الجمعيات، ممثلين ديال المنظمات، هي مدينه القنيطره. دائما ما عندناش مشكل ما بين هذا وهذا الحمد لله، وقت ما كنعيطوا ولا كيعيطوا الاخوان ديالنا في اي اطار كما بغا يكون كتكون سلبيه الدعوه، وكيكون حوار، كيكون استعداد، كيكون تعاون. الحمد لله هذا شرف لينا. الاخوان اللي غيصوتوا عرفوا علاش غيصوتوا، ما ناقشوش بعضياتنا، راه ممكن انك تعيد واحد في هذه البلاصه وغتجيب اكثر منه. اللي غيصوت يعرف على من يصوت، باش غدا وبعد غدا راه المسؤوليه ليكم. ما تقولوش حكا راه صوتنا حنايا ولا درنا، راه نتوما كتحملوا المسؤوليه الاخطاء ديال هذا الشيء كامل اللي كناكلوا، العصا اللي كناكلوا دابا كناكلوها ما عرفناش الخساره. اللائحه ديال البيانات كاينه في الاداره ديال الدار ديال كل كاع التجار مسجلين تما، تيخلصوا لابارتمون تيخلصوا الاربع، ها واحد البالطوني ها نبداو به هو الاول. ومن هاد النقطه اللي بدات اللي طرحت في المناظره الوطنيه ديال التجاره اللي كانت في مراكش، واللي تعزات في المناظره الثانيه ديال الضرائب اللي كانت في الصحيح. كما قلت 24 عضو كيحضر معنا عضو واحد، هنا كتبين بان الناس ديال اللي كيمثلونا حاليا كيمثلوا ريوسهم، وربما طلعوا باشكال واحده اخرى. ان شاء الله نتعاونوا كاملين باش نبدلوا وجوها واحدين اخرين، يطلعوا وجوها اخرين جداد اللي نثقوا فيهم وحنا ثاقين فيهم، ولكن خاصنا نتعاونوا. الغرف الاخوان لسه مازال تصلح الغرف، كما قال جعل سلسل السلسل ان الغرف هي استشاريه، حنا مابقيناش تبقى استشاريه. ونزيدكم حاجه اخرى، ان الغرف تقلصات في المغرب، بعد ما كانت غرفه جوج غرف ولا ثلاثه في هذا الاقليم ولات غرفه واحده في الرباط. دابا حنا خصنا الاقليم تكون فيه غرفه، ما يبقاش تقيس الغرفه باش تكون الدور ديالها. واحد الصاحب باش تسحب ديك كلمة وعد كاذب. ما تمشيو اسحبوا كلمة وعد. السلام عليكم.
النقابه الوطنيه التجار المهنيين. هذه سلسله من اللقاءات اللي كيديرها المكتب الاقليمي النقابه الوطنيه التجار المهنيين. اليوم كان الموضوع ديالها الاستحقاقات الانتخابيه ديال الغرف التجاره والصناعه. كانت حاضره اكثر من 7 ديال الممثلين ديال الاحزاب والقطاعات وكذلك جمعيات مهنيه من جميع الاصناف. كان الموضوع كبير بصراحه اللي هو الدور ديال الغرف التجاره والصناعه خصوصا في ملحقه مدينه القنيطره، اللي الجميع قال بهذا بصوت مرتفع بان غرفه او ملحقه غرفه التجاره والصناعه هي شبه خراب، شبه البنايه فارغه سواء من المحتوى او من الكم. كاين يعني الاعضاء كثار في الغرفه، عندنا 24 واحد، ولكن للاسف الشديد شنو القيمه اللي ضافوها التجار والمهنيين بمدينه القنيطره؟ ما ضافوا حتى شي قيمه، ما داروا حتى شي مجهود، كانوا دائما غائبين على الساحه التجاريه، كيكونوا باينين غير في الغرف المهنيه. هذه السلسله ما كانتش حمله انتخابيه لان كان كل حاضر، جميع اللوائح اللي يعني قالت غترشح في مدينه قنيطره كانوا حاضرين، الجمعيات التجاريه والمهنيه كانوا حاضرين. لهذا فكرنا احنا في الكتابه الاقليميه للنقابه الوطنيه للتجار المهنيين باش نستدعيوا الجميع، كل واحد يحط لنا مشروع ديال البرنامج ديالو. الحمد لله الكلمه غادي تكون للتجار والمهنيين باش يعني يختار المرشح ديالو ولا يختار الممثل ديالو، ونتمنوا يكون التغيير في غرفه التجاره والصناعه، صنف التجاره والخدمات والصناعه. نور الدين الحراق، رئيس الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم المغرب. اليوم جينا لهذا اللقاء، هذا اللقاء اللي نظمته النقابه الوطنيه للتجار فرق مطره، جينا باش نسلطوا الضوء على هذه المؤسسه الدستوريه اللي مؤسسه الغرفه، اللي صراحه مؤسسه نتاسفوا لها، اللي فقدت الادوار الحقيقيه ديالها، فقدت البريق ديالها. اليوم حضروا معنا مجموعه من الاخوان اللي هما رؤساء الجمعيات، وربما يكونوا مستقبلا اللي هما غيمثلوا المهنيين في هذه المؤسسه هذه، اللي حتيناهم على اساس انهم يتم تقديم مقترحات من داخل الغرفه لاسترجاع البريق ديالها، وكذلك باش تسترجع الادوار الحقيقيه ديالها وتمثل كذلك المهنيين احسن. لي سيرفور في هذه الجائحه هذه كنا صورنا معهم واحد الروبورتاج، وقالوا بان البعض من الارباب من القاهره والجمعيات ما دارش حتى شي تدخل او شي ارساليه للحكومه بخصوص التعويضات. بالعكس، بالنسبه لنا كجمعيه وطنيه، كمكتب وطني ديال الجمعيه الوطنيه ارباب المقاهي والمطاعم المغرب، ربما اكثر من 50 مراسله اللي توصلوا بها المسؤولين على مستوى الوزارات كاملين. تقريبا عقدنا واحد العدد ديال اللقاءات مع جل الوزارات المهنيه والقطاع، بما فيها رئيس الحكومه اللي كان عندنا لقاء معها مؤخرا. هاد اللقاءات هادو اللي قدمنا لهم مذكره شامله من اهم المقترحات اللي كانت عندنا، هو المقترح اللي يتعلق بالتعويض ديال الاجراء، وكذلك كان ما هو بنيوي، ما هو هيكلي اللي تتعلق بالقطاع ديالنا، وخاصه فيما يتعلق بالاجراء اللي دفعنا بشكل كبير في هذه المذكره هذه، على اساس انه يتم تسويه ديال الوضعيه القانونيه لجميع الاجراء اللي عندنا. ولكن هذا بطبيعه الحال بوضع واحد مجموعه من القوانين المنظمه لهذا القطاع، وكذلك تعديل مجموعه من القوانين اللي تشكل عائق للتسويه القانونيه ديال هذه الناس. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.